انا اسمي احمد صقر، عندي 32 سنه، متزوج وعندي طفل، شغال حاليا في جهاز تنميه سينا، مساعد رئيس الجهاز لشؤون التخطيط والاستثمار. انا ابن الطبقه المتوسطه في مصر، ووالدي رحمه الله كان موظف في وزاره التربيه والتعليم. اشتغلت فتره الجامعه في مجال السياحه واتعلمت كتير واتقابلت مع ثقافات مختلفه كتير، وده كان زي يعني تحضير لرحله غربه بدات من عام 2003 لغايه 2011. في فتره وجيزه قدرت ان انا اثبت ذاتي واكون مدير لشركه في دبي. انا مع عمري ما قدرت انفصل لا عن والدتي ولا عن بلدي. فكره الام الصابره اللي اتحطت في ظروف صعبة جدا لكنها صمدت ويعني عملت شيء عظيم. شايف ان بلدنا يعني فيها من دوت. بعد الثورة شايف ان هو اللي انا شفته بيحصل بره في دول مواردها اقل كتير من بلدي، نفسي ان هو يحصل في بلدي. فانا النهارده موجود، قدمت استقالتي من شغلي بره وبعت اصولي هناك، يعني كان عندي عربية او كده بعتها ونزلت مصر، عشان انا نفسي ان ابني ما يضطرش يتغرب زي ابوه. نفسي ان ابني لما يبقى نفسه يحقق حاجة زي والده يلاقي الفرصة مهيئة ليه حقيقها جوه بلده. أنا واقف على باب المسجد شفت بنت خارجة هي ومامتها، وحسيت إن البنت دي هتبقى مراتي. بعد الثورة يفترض إن احنا القطاع العمل الأهلي والمدني والمجتمع المدني ده يعني ذراع أساسية جنب ذراع العمل الحكومي عشان تنهض ببلدنا. بتعامل مع كذا جمعية من جمعيات العمل الأهلي في مصر والمجتمع المدني، من ضمنهم جمعية عاملة في منطقة نشيط ناصر اسمها نبني، انشئت بعد الثورة مباشرة، وهي بتمارس دور في منطقة نشيط ناصر من تعليم الأطفال، من محو الأمية، من تنمية مجتمعية، قوافل طبية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من خلال عملي بسافر اغلب وقتي بقضيه في سينا، مقيم اغلب وقتي في مدينه العريش، متنقلا بين القاهره وبين العريش لاداء مهام عملي. الهدف الاساسي من عملنا هو ان احنا نسمع امال الناس اللي عايشين على ارض سينا. كجهاز حكومي تابع مباشره لرئيس الوزراء مفروض ان احنا معنيين بتحقيق هذه الاحلام. الاعلام يعني كل اللي شايفه في سينا يعني مش شايف بشر، مش شايف ناس مش لاقيه تشرب، مش شايف ناس مش لاقيه تتعلم، مش شايف صحراء، مش شايف اي مشكله الا انه شايف ناس بتشرب مخدرات وشايف سلاح وشايف انفاق وارهاب، هو ده اللي شايفه فقط. فاحنا هدفنا حتى احنا بنقول بننقل سينا للعالم. ايه العقبات اللي بتقابلك دلوقتي وايه اللي انت متوقعه مننا كدور رسمي كحد شغال جوه الجهاز الحكومي من غير ما ناثر على استقلال وحياديه الاعلام اللي بتقابلك؟ الصعوبات كل يوم يعني تبدا من الكهرباء مثلا، باجي ببدا بعمل برنامج بمنتج برنامج واحد تلاقي الكهرباء قطعت ساعتين ثلاثه مثلا. احنا عاوزين نبقى بديل، محتاجين تقروا اللي بننزله لانه احنا ده بعين الواقع والمسؤولين يشوفوه ويحاولوا ينفذوا اللي فيه. النظام اللي فات خلاهم يوصلوا لمرحله ان هم يعني يتكسفوا يطالبوا بحقهم. على فكره العربيه دي فين وفين لما تيجي اصلا؟ يعني ابويا لما يشوف العربيه بتيجي في اسبوع بيفرح. معاناه بجد، معاناه. انا عندي مشتل، انا كل 3 ايام بجيب خزان او خزانين ب 30 جنيه. يعني انت بتتكلم في الخدمات الاساسيه. ميه وكهرباء ووقود بقى او بنزين او. انا شايف ان انتوا مقطعين الشجره. انا جيت هنا من لسه قريب، كان في شجر كتير، شجر كبير كان الكبير الصير دوت صنف كانه بيفي فلوس عندنا. رفعت قصيته وجبنا. لا هو بينتج بس مش قادر تسوق. قصدي مش قادر تسوق. السلام عليكم. شكرا جدا يعني. ان شاء الله انا هعد عليك. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. انا اول ما دخلت الارض هذه تمنيت اني اشوفها عمرانه واسكن فيها. مطلوب من الدوله البنيه التحتيه، تمام، الكهرباء والاسفلت، ولو تدعم المزارعين كل 5 مزارعين لهم بير مي يتوزع عليهم كل 3 ايام، هتلاقي خلال 3 سنين الارض دي كلها مزروعه.
فكره ان يبقى في حد من الشباب شغال في الحكومه اللي ممكن تبقى لغايه دلوقتي مش قايمه بدورها، لازم ننقد الذات يعني. فايه املكم في 2013 و14 وان احنا الدوله تقوم بدورها من خلال بقى جهاز تلميذ سينا، من خلال المحافظه، من خلال اشراك اهل سينا في صناعه القرار؟